مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما سبق دايلر لون شعره باللون الاحمر بمناسبة الكيدز تشويس اوورد ابوظبي اللي فاز فيها دايلر بجائزة المغني الصاعد، سبق دايلر هالمرة شعره باللون الازرق، اما هالمرة فكان بمناسبة الفيديو كليب تبعه اللي صار جاهز، حيث هو فيديو كليب لاغنية كان يا مكان اللي راح ينزل في يوم 27 من نوفمبر، حيث صرح دايلر انه هو حيكون اقوى فيديو كليب صوره بحياته. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.